بسم الله، يا الله صباح الخير. كيف حالكم يا شباب يا بنات؟ انا اليوم ابريكم. دقيقه بسوي شيء، خلنا نشوف المقطع حقنا اللي راح سوى. ما شاء الله المقطع مضبوط، مقطع الصيد بعد ما شاء الله 80,000. والله جيش كرافتر هذول جيش اسطوريين، افضل منهم ما في الصراحه. انا ما شفت افضل من جيش كرافتر. طبعا اليوم انا ايش كنت ابغى اسوي؟ انا اليوم شفت ثلاجتي، والله ثلاجتي ما في، بس اللي حطيت في الصندوق والله نسيت احطه في الثلاجه يكون خرب. الله يستر. خلنا نشوف نحط هنا، وابغى اشوف الفلوس. ما شاء الله معي ستاك وستاكين ثلاث ستاكات ونص، والله كثير. كان اروح اشتري سلاح وايش واصيد حيوانات، بس هذه المره ذاك اليوم انا صدت ايش؟ صدت صقر وصدت مدري ايش، واتوقع صدت نمر. بس اليوم ابغى اصيد فيل، ابغى اصيد زرافه. يقولوا في زرافات في مكان، اعرف انه في زرافات كثير، بس ابغى اشوف. خلنا نشوف. الحمد لله الحمد لله. طبعا انا بحط المويه هنا، وابغى ايش؟ باخذ فلوس حقتي وافكر اروح لحق الاسلحه. بروح لحق الاسلحه بشتري مني سلاح، لازم اشتري مني سلاح. انا الان نطلع نشوف الدباب حقنا، هذا الدباب حق الاسطوري. هلا والله هلا والله هلا والله. بشوف يول البنزين مخلص، لازم اروح اجيب بنزين. بروح اجيب بنزين. الله يعين، بروح اشتري بنزين بشويه بفلوس واجي. يلا توني رجعت من المحطة وجبت بنزين، والله كانت شوية بعيدة. والله دائما اتنسى تعبي السيارة بنزين او الدباب حقك بنزين، انا شوي كل شوي انسى الله يعيني. المهم خلنا نحط البنزين هنا ونشوف ان شاء الله يعبي فل. شوف عبي 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 عبي. لا والله ما عبي فل، بس اتوقع يكفينا، يعني ما في مشكلة يكفينا. برد علبة البنزين هنا عشان بعدين ارد على المحطة اخذ منها يرد لي شوية فلوس. والله اشتريتها كان غالي ب17 ريال، بس عادي المرة ايش اسوي؟ لازم بنزين. طيب انا الان بروح على ايش؟ بروح للحق الاسلحة. انا اتذكر اللي كان هنا. هل والله هذا دباب مين؟ هذا شيء دبابي. اسحب له. خلنا نروح الان. اتوقع حق واحد، ما راح المس، حق احد. ما انا اخذ، تلقيت سياره في الشارع تاخذها؟ لا مستحيل. المهم خلنا نروح الان حق الاسلحه. بروح له. يلا بسم الله، انا متحمس والله. قربت من المحل حقه، وان شاء الله اليوم القى عندي سنايبر جديد. او ذاك اليوم اشتريت، ما كان معي سنايبرات كثيره، بس ان شاء الله ذي المره القى ايش؟ سنايبرات كويسه ان شاء الله باذن الله. وابغى اخذ منه ايش؟ سنايبر قوي عشان اقدر اذبح الفيله. دقيقه، انا وين رحت؟ لا هو ورا. تحمست انا والله، رحت قدام. هذا هو. خلنا نشوف. اي هذا المحل حقه. ما شاء الله ايش حاط هنا؟ حاط صور. ايش ذا الصور؟ في شيء. خلنا نروح نسلم عليه. السلام عليكم. اهلين. عليكم السلام. اهلا كرافتر، اهلا. كيف حالك يا عم؟ يا هلا يا هلا. الحمد لله، حياك الله. ها اليوم ايش عندك؟ اليوم ابغى لي ايش؟ انا اخر مره اشتريت منك ايش؟ سنايبر ماشي، يعني ابغى اصيد فيه، انا ابغى اصيد شيء قوي يعني. ابغى اصيد فيل. ايش تضحك؟ فيل كبير يا اخي، عليك يا اخي. عادي ما في مشكله، معنا الفلوس ناخذ سنايبر، بس ابغى سنايبر قوي يعني. باقي عليك تديني سنايبر قوي اذبح فيه. طيب شوف، تبي قناصه؟ اخر مره شريت قناصه يعني مو مره غالي. تبي قناصه حلوه صراحه؟ ابغى قناصه جديده. ابغى جديد. شوف في اكثر من قناصه يعني. شوف عندي هذه صح انها حلوه الخضره هذه، بس في واحده احسن منها. ابغى هذه جيبها جديده انا، صناعه والله مره حلوه. شوف هذه. هذه شفتها. اللي فوق. ايوه اللي فوق. هذه يا طول العمر اسمها دراجونوف، هذه صناعه قناصه مره حلوه. سمعت فيها هذه، يقولون مره قويه. شوف اذا تبغاها عندي لك عرض. اذا تبغاها هذه مع الدروع هذه خضراء، الدروع هذه بس دروع حقت كذا قناصه ابو كلب، بس يلا ليش لا؟ ما في غير كذا يعني. انا ابيعها مع هذه ب3 ستكات. خلاص معي 3 ستكات ومعي الحمد لله. خلاص اعطيني 3 ستكات. طيب واعطيك 3 ستكات. هذه ستاك وستاك، بس ابغى رصاص معها. ضبطني بالرصاص. اكيد. عشره. لا مو مزور. انا حلو تمام، انا اجيب لك قناصه. دقيقه. يلا بسم الله. ما شاء الله. لا قناصه ان شاء الله بتعجبك، ترى بتعجبك باذن الله. اهم شيء تذبح فيه. هذا بذبح فيه ترى. قناصه هات تشاوري، هات اعلمك على. اجيب. شوف يا طويل العمر السلامة. القناصه هذه ايه، طبعا زي ما قلت لك صناعه، هذه ما قلت لك، انا صناعه روسيه. هذه مره قويه ترى مره سنايبر. هذا من افضل قناصات. هي سمعت انه خذ هذه 4 مشاط. تبغى زياده ما عندي مشكله. لا تكفي توفي ان شاء الله. تكفي. بسم الله. شوف. طيب خلاص حل خلنا الشيء. خذ لك الدروع. تنسى الدروع؟ اي صح، الدروع نسيت. الدروع هذه ناخذ الدروع. والله شوف طول عمر دروع النمر هذه ترى غاليه، فما معليش انا ما اقدر اعطيك اياها. هذه دروع كم تسوى؟ ان شاء الله اصيد واجي اشتريها منك. بعدين شوف النمر هذه، باخذها منك الوحده 15 ستاك ترى. 15 ستاك؟
خلاص ما في إيه مشكلة. هذه ترى من أفضل الدروع في المدينة عندنا. والله غالية 15 ساك، أنا ترى اشتكيت بس اشتكيت هذا. أقول لك أنا. بس يلا يلا إن شاء الله إن شاء الله أصيد كثير وأجيك وأشتريها وأشتري أفضل منها وأشتري كل الأشياء اللي عندك. خلاص؟ تبي تصيد؟ بروح أصيد إيه، أنا بروح أصيد الآن. خلاص يلا بالتوفيق بالتوفيق. يلا يلا خلاص شكرا شكرا. السلام يا كرافت. ها ها. كلهم لا ينسون لايك والاشتراك. اي صح، لا تنسون اللايك والاشتراك وتحطون وتشغلون في الجرس، اهم شيء هذا. يلا يلا شكرا يلا شكرا. مع السلامة اشوفك. يلا مع السلامة اشوفك. الله هذا افضل واحد يا اخي، والله دائما يعجبني افضل واحد في المدينة عندي هذا حق الاسلحة، دائما ضبطنا ويدينا اغراض وكل شيء يساعدني ويخصمنا الصراحة. يعني انا سمعت الناس يجونا ما يخصمنا، ما يخصمنا كثير. يلا الان خلينا نروح الغابة، ابغى اصيد فيل، ابغى اصيد فيل انا اليوم، ابغى فيل، ابغى اتعشى فيل، ابغى اصيد فيل وبيع الفلوس، ابيع اللحم والجلد حق الباقي وايش ناخذ لنا سلايبر افضل ان شاء الله. يلا بسم الله. يلا يا شباب بنات، انا وصلت هنا، وصلت هنا في الغابه، بس ابغى اطلع صوت لان في لا تخاف على طول على طول تخاف، تبوا لا تقربوا منهم بالسياره ولا شيء. انا اشوف السنايبر حقا والله شكله ممتاز، شوف هنا كاتبين 10 10 يعني اذا بعيد، شوف كيف شكل حل حل. يلا بسم الله بسم الله. انا سمعت هنا في فيله كثير، هذا ايش هذا؟ هذا جاموس؟ لا لا انا ما ابغى جاموس، انا ابغى اصيد فيل. والله في فيل هنا في قتيل، بس يشوفون اللي يشوفون، والله خاف انهم يذبحوني، والله اذا شافوني مشكله. خلي يجي من هنا، يجي من فوق الشجره عشان اذا شاف اني جاء مثلا بيهاجمني ما يلحقني، الفيل ما يلحق يطلع فوق الشجره، ما يطلع فوق الشجره. خلينا نجي من هنا وبسم الله نقول 1 2 3. هذه ضربه، ضربتين، 3 ضربات، 4 ضربات، 5 ضربات، ذبحناه ذبحناه والله 5 ضربات. الفيل طبعا قوي، اهم شيء هذا السنايبر والله ما ضحك عليه ذاك الرجال صراحه، اداني سنايبر يذبح الفيل، لان السنايبر الفيل قوي ترى، قوي مره قوي. خلينا نشوف، خلينا نشوف في فيل ثاني. 1 2 وهذا غطى له. 3 موت يا فيل، ترى الفيل هذا شرير. بسم الله ذبحناه. وين تعال 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 تعال، ما مات ما مات. بسم الله هذا قرب مني، هذا قرب مني، ليش موت موت يا فيل ابلع. والله هذا قوي، هذا قوي الفيل، هذا قوي قوي. مات مات بسم الله. هذا ثاني. 1 2 3 4 ذبحنا ذبحنا 4 فيلة، 4 فيلة يا شباب يا بنات. خلنا نشوف كم، والله رصاص حقي استخدمت رصاص كثير، في حاجة سوداء. بسم الله امسح ابلع. وين راح؟ مات 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 مات، الحمد لله الحمد لله. خلنا الان نجمع اللحم حقهم، ليكو في زيادة. بسم الله الرحمن الرحيم، والله يهاجمني يذبحني بعدين. هذا قوي ترى، يمكن ضربه ضربتين يذبحك، لازم لا تقرب منه الفيل، لا تقرب منه مره، تقرب منه. خلنا نجي ايش ونشيل اللحم كم، والله جبنا لحم كثير. خلنا نجي من هنا، خلنا نجي من هنا، هلا هلا باللحم الفيل، هلا هلا باللحم الاسطوري. خلنا نشوف يعني في جلدي ما اخذناه، لا تنسى هذا الفيل الواحد ما تلقى كثير غير في الغابات. انا رحت قطعت مسافه مره طويله عشان اجيبه، عشان اجي لهذا المكان، هذا المكان حق الفيل، ما في احد هنا. تقرب من المدينة تلقاهم كلهم صيدينهم. والله هنا في فيل كثير، خلنا نشوف، خلنا نشوف. بس في جاموس، جاموس قوي، جاموس قوي والله، ما بصيده ما بصيده. خلنا صيده فيه. بسم الله. 1 2 3 4 مات. بسم الله هذا ينظر فيني، خلنا نوخر عنه. نجي من هنا، نجي من هنا عشان ما ايش ما هاجمني. بسم الله الرحمن الرحيم، خلنا نشوف في فيل. 1 2 3 4 يموت هذا ليه؟ مات 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 مات، والله هذا فيه مره قوي شكل اقوى واحد فيهم. خلنا نصيده بدون سكوب، بدون سكوب، اكس زوم يسمونه، اكس زوم. شو شو؟ 1 2 3 4 بس الاكس زوم احيانا ما تجي، شوف ما تجي. 5 افضل شيء انك تحط السكوب هذا. 1 2 خلنا نقرب منه، والله هذا مره قوي ذا. موت بسم الله ينظر فيني. بسم الله خلنا بعد يكون شافني. مات خلاص، هذا اخر اثنين خلاص بخذهم في بشر. والله الجاموس هذا خف منه، هذا محبس لي هنا، الله يستر منه الله يستر منه. اشوف شو ما يدري عني. بعت هذا الفيل، باقي هذا الفيل، بقرب منه هذا الفيل، ابى اخربه انا، بروح بقرب منه. بس انتبهوا لا تسوون هذه الحركه، ترى ممكن والله قوي ترى الفيل. بسم الله الجاموس، وخر عني وخر عني جاموس. بسم الله الرحمن الرحيم، اذا هجمني والله بطبع له. تعال تعال يا فيل، تعال. ذبحت خلاص ذبحت. خلينا نشوف، ناخذ اللحم كله. جاموس تبغى تهاجمني؟ والله طق عليك ترى، والله طق عليك. خلاص هات اللحم. ايه ما هاجمني، احمد ربي والله كان ذبحت بهاجمني. انا مع سنايبر، اذبح فيه لما يذبح جاموس. خلاص اخذت كل اللحم
ما شاء الله 19 لحمة. خلنا نشيل الرصاص حقنا هنا، ونحط اللحم هنا، ونحط الفلوس الباقية حقتنا هنا، ونرجع للصيادة حق الأسلحة، ونقول له إن ترى صدنا فيه له. هو كان يضحك علي يقول ما تقدر تصيد فيه. أنا أريد الحين أنا أركب الدباب، وبسم الله نرجع من الطريق اللي جينا من الغابة. يلا بسم الله، يلا بسم الله. جبنا اللحم 19 لحمة فيل 19، أبغى أبيع عليها الآن وأشتري بإذن الله. أشتري إيش؟ هدفي اليوم اني اشتري الدروع حقة النمر، دروع الصياد الاقوى، هذا اقوى صياد يجيبها. مره غاليه هي، بس هذا ايش نسوي؟ وين هنا البيت حقي. خلينا نشوف. بسم الله الرحمن الرحيم. نوقف الدباب حقنا هنا دائما، ونجي نفاجئ. هو يضحك علي، حسب اني صدت ولا فيل واحد. صدت كم؟ 8 بدل 9. اكتبوا لي في الكومنتات انا ناسي والله صدت كم. خلينا نشوف. السلام عليكم. السلام. معليش معليش قطعناك، كنت تاكل. معليش، كيف حالك؟ كنت تاكل. هلا كراس. هلا والله، هلا والله. انت اول كنت تضحك علي اني اصيد فيه صح؟ شو 19 لحمة فيه، 19. انت مستوي 19 يعني صدت يمكن 10 فيله، كل فيله دي لحمتين وجلد حقي كامل. حلو والله حلو. طيب خلنا نحسبها لك، 19 لحمة فيل و11 جلد، يطلع لك تقريبا 4 استكات. 4 استكات. طيب حلو، انا اول 3 استكات جبت تقريبا 4 استكات تقريبا او زيادة. حل صار. يلا بكمل لك، مع السلامة. دقيقة. تاكل ما تستاجر. ابغى اشتري ذا. انت كم قلت بذا؟ هذا بكم؟ يا ابن حلال هذا ب15 ساق. غالي هذا يا ابن حلال. 15 باقي لي كثير. طيب كيف ابغى صي؟ انا ابغى اشتري. انا والله كان ودي اشتري. انا ابغى اشتري يا ربي. يا ابن حلال انت، خل افكر لك. كيف تبي؟ طيب شوف، عندي فكره. باقي لي 10 ستاك. اي عطني فكره حقك. ليه ما تصيد لي حيوانات؟ انت لو تصيد لي الحيوانات تجيبها لي حيه، اجيبها حيه. سله. كيف اجي اديك؟ ايوه اجيب لك اديك فرشاه كذا ضخمه، إيه؟ تصيد فيها الحيوانات وهي حيه، تخدرها، اديك التخدير وكل شيء، عشان انا اقدر استفيد منها. انا ترى اقدر اخذ جلدها واخذ لحمها، واستفيد حتى من انامل اظافرها. تبيعها لحديقه الحيوان صح؟ حيه ابيعها للناس في حديقه الحيوان كمان. إيه؟ فانا لو تبيع الحيوانات. ما عندي ست حيوان حي. انا عرفي حيوان حي ممكن ياكلني. يا ابن الحلال قاعد اقول لك تخدرها لي. دقيقه كيف التخدير عشان تفهم. دقيقه خلنا اوريك. اشرح لي. انا شوف العنصران، تاخذ السلاح هذا تمام، هذا، وتاخذ هذه طلقه مخدره تمام، تعشقها، عرفت؟ خذ الزياده هذه، عطني تطلق على الحيوان يدوخ يطيح. بالله يدوخ، تحطه في هذه. هلا والله المصيده الشبكه. كيف فهمت. بس تدينا فلوس كثير. انت لو جبت 3 حيوانات بس. شوف دقيقة، بطل منك 3 حيوانات. انا اذا جبت 3 حيوانات هذه راح اديك الدرع هذا. طيب حلو، انا معي 3 الان شبكات. وش الحيوانات؟ ان شاء الله ما هي خطيرة، انا ترى خاف منها خطير. شوف يا طول العمر، 3 حيوانات بس. ايوه صيد لي فيل. ايوه فيل سهل. وجاموس نمر خاف منه. جاموس بس الفيل والله خاف يقومون علي وانا صيدهم فجأة. يقومون يصحون. ما يقوم المخدر هذا ما يقوم. انت حطه في السلة ولا تشيلهم. خلاص ان شاء الله بحاول. مرة ثانية ايش؟ فيل ونمر وجاموس. خلاص يلا بالتوفيق. كمل اكمل. والله مهمة صعبة، ومهمة مرة صعبة. يمديني اسويها ولا ما يمديني؟ ابغاك تحطون لايك الان، واشتراك، وتفعلون الجرس عشان اقدر اسويها باذن الله. يلا خلنا نجرب هذا. شو والله رمى ابره، الابره المخدره. يلا خلنا نروح نشوف. بسم الله الرحمن الرحيم، نروح نشوف ان شاء الله نقدر نجيبها. انا اول شفت هناك فيها فيله وفي جاموس، بس نمر ان شاء الله نلقى نمر. خلنا نشوف. يلا بسم الله. طيب يا شباب بنات، انا الان وصلت الغابه، وابغى اشوف ان شاء الله في جاموس. جيت في نفس المكان، ان شاء الله القى جاموس هنا والقى لي فيه. اول كان في ايه؟ هذا جاموس، هذا الجاموس اللي ابغاه. طيب احنا معنا 4 استكات فلوس، يبغانا زياده كثير. لازم نصيد هذا عشان نقدر نجيب الدرع. خلنا نشوف الان وين. ما في فيه، بس خلاص خلنا نصيد الجاموس اول شيء. بسم الله ان شاء الله اقدر اجيبه ان شاء الله. عاد هذا صعب. جت جنبه. بسم الله الرحمن الرحيم. امسك. نام. خلنا نخدرهم الثلاثة عشان ما يهجموني. وذنوب. شفتهم الثلاثة. والله خدرتهم. والله شكله هذا التخدير قوي، مفعول مرة قوي. هذول نايمين. اي والله نايم. شوف كيف نايم. هنا في لحمة فيل. بس خلاص ما نحتاج لحمة الفيل. اسحب عليها.
والله راقدين اشوف. آه يا جاموس نايم نايم. خلنا نجيب اياه. هذا شكله قوي، هذا افضل واحد فيهم. بسم الله كيف سيده. سته سته شوف مكتوب جاموس يوتر السله. الحمد لله صدنا. هذا خلي منيمين وانا صحيح من النوم. لا 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 خاف يهاجموني. طيب يلا الان ابغى لي ايش ناقصني الان؟ ايش ناقصني؟ ثين هنا ونمر. ونمر ايوه نمر. هذا نمر، هذا نمر. بس والله خاف منه. خل اخر شيء نبغى نجيب فيل. اول شيء هذا فيل. الحمد لله لقينا فيل حلقناه. والله هذا المكان مره كويس، فيه حيوانات كثير. خلينا نشوف والله هنا في بعد لحم فيل بشكل اسد اكل ولا شيء. خلينا نشوف بسم الله الرحمن الرحيم. الفيل يتخدر من طاقه واحده. يلا خلينا نشوف بسم الله. واحد ولا هذا بسم الله. واحد اثنين ثلاثه. اي والله نام. شوف هذا. هلا وخر. لا بسم الله قاعد تطلع اصوات. لا هجم وخدرهم كلهم عشان ما يهاجموني. بسم الله خدرت. والله ما يشوفوني. الدلو حق هذا شكله مخفي. خلنا نصيد اياه. هذا فيه جاموس. ابغى صيد هذا الفيل. هذا شكله اقوى واحد فيهم. كان فوق دائما الفيل اللي فوق هو القوي. خلنا نصيد. بسم الله تكفي الشبكه ولا ما تكفي؟ خلنا نجرب. اي والله مسكت في الشبكه. افريكان اليفنت يعني الفيل الافريقي. هلا والله معي فيل افريقي الان ومعي جاموس. باقي لي الان النمر. خلنا نصيد النمر. بسم الله هو كان هنا. انا متاكد اني شفته هنا اكيد. بس خلنا نعشق نشوف. اي في رصاص، في رصاص كثير يعني 23 لسه حتى ما استخدمت غير شويه. خلنا نشوف هنا النمر. هذا والله خوف منه ترى. هذا مره خطير لحد يقرب منه. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله في اثنين. شو شكلك كيف؟ خلنا نقرب نجي من هنا. هذا قرد؟ لا ما نبغى قرد، نبغى النمر. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله تعال رقد صدره. خلنا نسيب الثاني عشان ايش؟ لا تحرك. هذا عرف شكله. تعال يا نمر تعال امسك. هذا قاعد يشرد. تعال امسك. اي ضربتين. خلاص صدناهم اثنين الان. ونبغى نحطه في الشبكه. هذا نحط هذا ولا هذا؟ يا تقوى ويبغى القوي اكيد. هذا لا انا شكله قرد. شوف هذا القرد مو خايف منه، هذا شكله ضعيف. هذا القوي، هذا النمر القوي. بسم الله الرحمن الرحيم. الله النمر البنغالي سته. وهنا فيها الفيل الافريقي وهنا فيها الجاموس الامريكي. الله من كل الدول جبنا، من كل الدول. خلنا الان نرجع الدباب حقنا، نروح حق الاسلحه نفاجئه. يديني الجلد، يديني اقوى درع للصيادين اللي هو الدرع الجلدي. بسم الله انتبه من الحفر. والله بغيت اطيح الحفره دي. طيب دبابي وين؟ دبابي انا ضيعته. هذا فور، ابعد يا فور. خلنا نجي ننزل من هنا. شوف الفيل قام. الفيل قام، شكله التخدير مو قوي. الفيل الاول خدرته قام. خلنا نرجع بسرعة. الله يستر لا يقومون علي فجأة كذا يطلعون عندي. واه والجاموس قام. الله يستر. خلنا نشرب بسرعة قبل لا يقومون. والله يقومون ياكلوني. والله خاف انهم يقومون. بسم الله الرحمن الرحيم. خاف انهم يقومون يا شباب بنات. بسم الله خلنا نرجع نبيعه الآن. نبيعه ضروري بسرعة قبل لا ايش؟ نحطه في الحظير اللي هناك. الله يستر والله ضحك علي ذا شكله. خلنا بياكلوني. يلا بسرعة الآن. نضيع وقت سريع. يلا بسم الله خلنا نروح بسرعة قبل لا يقومون. والله التخدير هذا ماشي انا خايف طول الطريق موسوس، اخاف انهم يقومون علي فجأة وياكلوني. والله انا اخاف. بسم الله وين صاحبنا حق الاسلحة؟ هنا المحل حقه. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. ما شاء الله. اهلا كيف حالك؟ اهلين. هلا والله. تعال اكبر الحظيره حقتي. اهلين. ما عليك انا جبتك الحيوانات سته وملك. شوف كلهم موجودين. ايوه بس ترى تعال اسمع، التخدير حقك ما هو مره قوي. والله خاف يقومون علي في فجاه لاني خدرت حيوانات هناك. ولما خلصت معاي بس تعال بسرعه حط النمر هنا. النمر هنا. بسم الله حطيته. لا نايم. الحمد لله نايم. خلنا نشوف وين الفيل. لا حطيتك انا مكان هنا، ابيك تحطه هنا. روح حطه. هذا ايش؟ الجاموس. حطيت الجاموس هنا. الجاموس. يقومون عليه في الطريق. ترى يقوم. تبغى اصحي لك؟ لا يا ابن الحلال. خبر انت. لازم اقومك عشان تتاكد انه حي. ها شوف ما ضحكت عليك. ها كلهم قاموا احياء كلهم.
هذا منصرع منصرع يدوخ ويقوم يدوخ ويقوم الفيل لانه بخديت قوي. انت مبلغ انت مبلغ انت هذا خايف خلاص يعطيك العافيه كويس انك شفت. انا الان اقدر بعدين يعني انا مو زياده واخذ زبدهم وكل شيء كويس. انا ابغى الجائزه حقتي ابغى الدرع وكل شيء الجائزه تديني. شوف هذا شوف انا قدامك ايوه صار حالك ملالك حقي يلا يا لبي يا لبي. شوف راس النمر راس النمر خلنا نلبسه خلنا نلبسه ننزل هذا 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 ما ابغاه هذا خليني نرميه هنا خلنا نشوف هلا راس النمر والصدر والرجوع. هلا صرت النمر الصغير شوف كيف والله كويس على قدي صار الحمد لله. الدرع هذا من اقوى دروع حرفيا ما حد يقدر يمسك لمسه واحده. خلاص هلا صرت الصياد الماهر صرت الصياد الماهر الحمد لله. تبي الدروع هذه ولا احطها هنا؟ هذه خلاص ببيع لك تديني فلوس؟ تديني فلوس ايه خذ حق عليها خذ. وهذا الدروع حقتك هذا السنايبر المخدر وهذه ابغى استكين استكين عندك استكين اطري استكين انا ابغى استكين اعطيك استكين ما في مشكله ما في مشكله. خلينا نحط السروال هنا ايوه تفضل 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 هذا الساك هذا الساك ثاني الحمد لله الحمد لله صار معي فلوس كثير. يلا شكرا شكرا والله ما قصرت والله يديك العافيه انت بعد وديت خلاص انا صرت مطروخ شكرا شكرا. يلا يلا نجيك ان شاء الله مرات ثانيه نجيك مرات ثانيه باذن الله باذن الله. يلا مع السلامه مع السلامه مع السلامه. شوف شوف الحيوانات زبطت انا والله زبطت اليوم مره زبطت وضبطني الصراحه. وشوف انا بديت اليوم بايش معي استكين كم معي ثلاث استكات ونص. شوف ذحين معي كم استك 1 2 3 4 5 6 استكات وشوية ومعي الدروع القوية ومعي سنايبر وعندي شبكات يكثرها الحمد لله. اليوم كان مرة ممتاز ست الحمد لله. يلا انا ابغاكم الان عشان تصير يومي افضل يوم في الحياة ابغاك تحطوا لايك وسبسكرايب وتفعلوا الجرس ويلا مع السلامة.